بدأت تصير مذايقات هون في تونس مثلا، هل حسيتوا مذايقات؟ العائلة حست؟ هو يحكي لك، الوالدة تحكي لك من نوع تهديد؟ الوالدة عشت معاها، الوالدة عشت معاها التفاصيل كله، وهي اللي عندها التفاصيل أكثر مني. الصندوق الأسود، هي الصندوق تحية الأسود. لها الوالدة، وتحية لها كبيرة، وهي مصابة توا بالكورونا، اللطف عليها ثاني مرة، اللطف عليها إن شاء الله، إن شاء الله ربي يشفيها، وإن شاء الله إن شاء الله ربي يخليها لي بالحق. إذا فما حاجة نخاف منها في الدنيا هي أنه أمي تمشي، ربي يحفظها إن شاء الله. لا اللطف مريم، اللطف عليها. نعرف مش سهل، مش سهل تجربتك مع الكورونا، أليمة علاقتك بالوالد والوالدة، نعرف. لاباس إن شاء الله، خذيت التلقيح متاحة وخذيت الأمور الكل بإذن الله تبدأ لاباس إن شاء الله. استحفظوا عليها إن شاء الله، هي رأس المال اليوم، وهي الصندوق الأسود اللي عندها المعلومات. عندي معلومة أنا أكدها لي، خم بدل لك الموت. قصة حب عظيمة ظهر لي، قالوا لي أعرفها عمرها 18 سنة، قعدوا 43 سنة مع بعضهم. تبارك الله، صعيب تلقى حب دائم بالطريقة ديك. احنا راهو عكس ما يتخيلوا الناس، معناتها ديما كصورة متاع الإسلاميين، المرأة في الدار وما هوش موجودة في الدار. احنا عنا المرأة قبل الراجل، يحبها حب آخر نهار في حياته شد لها يدها ويقول لها ما تروحش. من نوع اللي أنا ورثت حاجة على بابا، تجاهروا بالحب، بابا يتجاهر بالحب. كان يقول غزل قدامكم يقول كلام حلو، بابا كان يقول على أمي وجهها ملائكي، يقولها ربي لم يخطئ في تصويرك، سبحان الله. يحبها حب ملا صورة شعرية يقول فيها، يقولها وجهك ملائكي.